لا تزال توسان تلملم جراحها، فالمدينة الهادئة لم تعتد هذا القدر من الحركة والاهتمام. هنا أمام المستشفى حيث ترقد النائبة جابرييل جيفردز، يتجمع العشرات غير قادرين حتى الآن على تصديق ما حدث. هذا مسرح الجريمة، المحال التجارية فتحت أبوابها، إلا أن الحياة لم تعد بعد إلى طبيعتها، خصوصا بالنسبة للذين شهدوا الحادث ويستعيدون مرارا تلك اللحظات الأليمة. سمعت صوت إطلاق نار، ومرت لحظات قبل أن يعود إطلاق النار مرة أخرى. في هذه اللحظات كان علي أن أتخذ قراراً بالجري أو الاستلقاء على الأرض، فلجأت إلى الخيار الثاني لأن المسلح كان هنا يطلق النار على الناس. حوادث القتل الجماعي ليست غريبة عن المجتمعات الأمريكية، غير أن حادثة توسان اكتسب أبعاد مختلفة، فالمستهدفة نائبة ديمقراطية في الكونغرس خاضت معارك انتخابية طارية مع مرشح تيار الشاي، وتعرضت لانتقادات سياسية لادعة من جمهوريين كسارة بيلين. حادث توسان أتى بعد مرحلة من الصراع الحزبي المحموم، ما فجر الجدل حول تبعات الخطابات السياسية الحادة، ووجهت الاتهامات إلى المحافظين بالتحريض على الحادث. الرئيس باراك أوباما الذي كان أكثر المتضررين من الخطاب السياسي للمحافظين وتيار الشاي أبدى اهتماماً شخصياً بحادثة توسان عبر إصراره على المشاركة في حفل تأبيني في المدينة. كان ذلك تعبيراً عظيماً عن الدعم لتوسان وأريزونا وأيضاً للأمة في هذا الموقف العصيب. الرئيس باراك أوباما نأى بنفسه حتى الآن عن الجدل القائم حول الخطاب السياسي كي لا يتهم باستغلاله لتسجيل النقاط السياسية، غير أن مواقفه من الحادث وزيارته توسان ستحسب لا شك لمصلحته كما يقول المراقبون. وفاء إشباعي، بي بي سي، توسان، أريزونا.